لم تعد مجرد أحلام أو خطط تكتب على الأوراق أو تترجم على الخرائط، إنما بات الأمر حقيقة. الطاقات المتجددة وتحديدا الشمسية لإيصال التيار الكهربائي في الوحدات السكنية في المناطق الجديدة، وتحديدا مدينة المطلع السكنية، والتي اتجه قاطنوها فعليا لاستخدام الطاقة النظيفة لتزويد مساكنهم بالتيار الكهربائي. مدينة المطلع اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن ترى النور، يتم إيصال التيار الكهربائي بحدود 15 إلى 16 ألف قسيمة، الحمد لله رب العالمين. فيها المدارس، فيها الخدمات، والحمد لله رب العالمين، حلم متحقق. طبعا في توجيهات من وزارة الكهرباء والماء للمواطنين في ترشيد الطاقة الكهربائية، ويحثون المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية اللي هو نظام السولار، الطاقة المتجددة. يمكن أنا من أول الناس اللي بديت في تركيب الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في البيت. طبعا حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى البيت تقريبا يوفر من 15 إلى 20% من الطاقة الكهربائية، وكذلك حتى في توفير حق فاتورة الكهرباء. الآن الطاقة الشمسية اللي احنا مركبينها نظام السولار اللي انت تشوفه، نتكلم احنا في موسم الشتاء شهر 12 1 و2 و3 يشغل البيت بالكامل، يشغل إنارة البيت بالكامل طبعا من دون تكييف لأنه ما نستخدمه في الشتاء. التنمية المستدامة العنوان الأكبر لوحدات المطلع السكنية التي باتت تعمل في الطاقة المتجددة، مما ساهم في تحقيق السلامة والأمن وتخفيض الأحمال على الشبكة الكهربائية العامة للبلاد وتقليل فواتير استهلاك الكهرباء بنسبة كبيرة. كنترول بانل هذا اللي وراي، هذا هو الاستخدام الطاقة المتجددة، يعطيك الأحمال الكهربائية وش كثر في عندك يعني أحمال تغذي لك حق البيت، والجهاز الثاني اللي هو الاي في، هذا تشارجر حق السيارة تستخدمه حق شحن السيارة. فاتورة الكهرباء لا يقل عن 25% من فاتورة الكهرباء يتم توفيرها. إلى ذلك إذا أنت مسجل في برنامج حافز اللي هو سوته وزارة الكهرباء والماي، بعد سنة من تركيب العداد الذكي، من تخلص السنة هذه تقدر تسجل في البرنامج خلال التزامك في 12 شهر، يوفروا لك من 30-40%. إذا أنا عندي 30-40% والسولر يوفر لي 20%، فالفاتورة طلعت 40% أو خلينا نقول 45% بالكثير. وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تحث قاطني المناطق السكنية الجديدة على استخدام الطاقة المتجددة تحقيقا للتنمية المستدامة. استخدام الطاقة المتجددة العنوان الأكبر لقاطني مدينة المطلع السكنية من خلال إنتاج الكهرباء لمساكنهم باستخدام الطاقة الشمسية، توفيراً لفاتورة الكهرباء والماء، وتحقيقاً للسلامة والأمان، وتخفيفاً على الأحمال الكهربائية في شبكة الطاقة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من بوابة مدينة المطلع السكنية. فهد التركي، قناة الأخبار.